ايه يا محمود، تعال خدني دلوقتي حالا عشان انا زهقت. ايوه، لا مش هعيش معاه تاني عمري. يا عم ده بينزل 8 الصبح بيجي لي 11 بالليل كل يوم، وبيجي ينام على طول ويصحى تاني يوم يروح الشغل. انا قاعده بكلم نفسي في البيت. لا مش هستحمل اكتر من كده، انا مستنياك جاهزه ومستنياك. يلا تعالى، يلا. سلام. ليه كده يا ماما؟ ليه كده امنيه؟ في ايه؟ عاوز تمشي وتسيبي بابا ليه؟ انت عاجبك اللي بابا ابوكي بيعمله ده؟ وبعدين انت مالكيش دعوه اصلا. بعدين بابا بيتعب اكتر منك، علي انت قاعده في البيت ما بتعمليش حاجه، بابا بينزل ويشتغل ويجيب لنا الاكل والشرب عشان ناكله احنا، انت ليه بتعملي معاه كده؟ وانت عاجبك الوضع لما بيجي لك 11 بالليل ما بتشوفوش، بتبقي نايمه عشان رايحه المدرسه تاني يوم، ويمشي قبل انت ما تمشي؟ ينفع الموضوع ده؟ ما انا كمان بيحشني مش انت بس، بس هو بيتعب عشاني، فانا ببقى ده اللي انا مصبرني بس عشان كده، لكن انا بحبه ونفسي اشوفه بجد زي كل الناس. اسكتي خالص، يلا بينا على بيت خاله. هو انت ليه ماما؟ انا مش عاوزه اروح بيت خاله، انت مش عارفه بيعملوا معايا هناك ايه، بيزعقولي يا ماما. عادي، خايفين عليكي، في مقام ابوكي خايفين عليكي. بعدين تحرميني من بابا ليه؟ انا في واحده صاحبتي في المدرسه كانت ابوها وامها فصلت عن ابوها، وكانتش بتخليش امها تشوف ابوها. ليه تخليني زي الموقف ده معاها؟ ابقى اخليكي تشوفيه. مامي يلا بينا. تعالى يا محمود. في ايه بس؟ في ايه يا محمود؟ في ايه؟ في اللي انا زهقت يا محمود. كل يوم يا محمود هم اربع كلمات يا محمود، صباح الخير مساء الخير، ده اللي بيعمله طول اليوم، ما بيسالش ولا بناكله ايه ولا بنشربه ايه، حتى فرصه ان احنا ننزل لوحدنا نشم هوا انا والعيال مش عارفه اخدها، مش عارفه حتى انزل اشتري حاجه من تحت البيت. لازم هاجي معاكي، هاجي معاكي. طب انا مش عارفه اشوفه، انا بقالي قد ايه ما جبتكوش يا حوده؟ هو فين دلوقتي؟ انت ما شفتيش شبك ايه بقالك قد ايه؟ هو فين دلوقتي؟ جوه بيلبس. ما شفتيش شبك ايه بقالك قد ايه؟ قولي له. فين السوق اللي ده الصبح؟ فين يمشي؟ انا مش هستحمل العيشه دي. فين اللي ده الصبح؟ مش هستحمل العيشه دي. انت عاوز ايه؟ طب فاهمين انت؟ انا عايز امشي من هنا، انا مش هكمل معاك. فين ده الصبح؟ طيب صباح الخير الاول. صباح ازيك يا حوض؟ عامل ايه؟ صباح الخير، هو ده اللي بيقوله طول اليوم، صباح الخير مساء الخير، صباح الخير مساء الخير. فين يا ندى الصبح؟ مالي؟ فين يا محمود؟ اللي انت عاوزاه دلوقتي؟ صوتكم عالي. انا عايز امشي من هنا، انا مش هكمل معاك. طب تمشي ليه طيب؟ كده عشان انا مش مرتاحه، انا كده مش متجوزه. انا بروح لجارتي بتقول لي انا جوزي بيفسحني 3 مرات في الاسبوع ومدلعها ومظبط عياله يا جدع. انا زعلتك في حاجه؟ انا ما بشوفكش اصلا. ماشي ماشي، ما كل ده عشانكوا عشان خلاص خلاص خلاص. قلت لك استحمل معايا سنتين. ما كل يوم الشهر زي كل الناس، ما الشهر زي كل الناس، يصرف علينا زي كل الناس، بس اقعد معانا. يلا ندى، يلا يلا، هات العيال، هات العيال يلا. ما هو طب واحده واحده في السنه. طيب يلا. لا انا عايز يلا امي. لا يلا امي. روح يا حبيبتي وانا جاي. لا يا بابا انا عاوزك، مش عاوز اسيبك. ماما متعصبه دلوقتي، اهدى بس يا جدع. روح يلا يلا يا بابا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني انا بعمل كل ده عشان مين؟ انا مش عشانهم. طب انا بشتغل شغلانتين، اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ نفسي نفسي بناتي ما يقولوش لحد هات حاجة، نفسي نفسي يبقى عندهم كل حاجة واحسن ناس، اعمل ايه طيب؟ ولو فضلت قاعد من الشغل يقولوا لي فين فين يا بابا الحاجة حلوة اللي انا بحبها يا بابا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وباقي الحكاية بقى ايه؟ ان الاميرة كانت بتقعد تدور على الامير كتير، وفي الاخر ما لقيتهوش، راحت بقى للبيت السوداني. نانا عاوزة حاجة حبيبتي؟ لا انتوا رايحين فين؟ احنا خارجين، انت عارفة كل يومين كده بحب من الخوف كده كلنا. حاجة ناقصاك اجيبها لك؟ عاوزة اي حاجة قولي لي. لا شكرا. ماشي يلا يلا بينا. لو عايزة حاجة ندى نجيبها لك. لا حوده. ايه يا امنية؟ هو مش ينفع تاخدني معاك بقى؟ اقعد يا حبيبتي ابقى اخدك معايا بعدين. كل يوم بتقول لي كده وما بتاخدنيش معايا. ابقى اخدك، انت عارفه وانت بنت فيروز مفيش دعوه فتح الله تاني. لو ضربتيها على ضربك كانوا بيلعبوا. شدته بالشعر، بص هو عامل ازاي، وشه عامل ازاي، كانوا بيلعبوا مع بعض. خدي مالك يا ادم، انت قاعده بتعملي ايه كل شويه؟ خلاص يا حبيبي، بص هو عامل ازاي. اهو هتعديه اهو. يلا طب خلي محمد دي ايه يا حبيبي؟ يلا يا عليه طول اليوم يا امنيه. يا امنيه عملت لي ستار، اقعدي بقى. خلاص يا امنيه يلا بينا. يا امنيه يلا. ما
زهقت بقى ماما، كل شويه يقولوا لي لا لا. انا زهقت من كلمه لا بقى. بصي يا ماما، هنا يا ماما خلاني بيعاملوني ازاي؟ بيعاملوني بطريقه وحشه قوي يا ماما. انا حتى لما اتكلم اقول له مثلا ايه، اهزر مثلا مع فتح الله، اقول له فتح الله عامل ايه ده كده، بيزعقوا لي على انا مثلا اهزر معاه يا ماما. معلش، انت عارفه ان ده ابنه الوحيد وبيخاف عليه من اي حاجه. بعدين بيزعقوا فيروز على انها ما بتفهمش حاجه، يعني صغيره ليه كده يعني؟ بيعاملونا وحش قوي. قلت لك يا ماما، قلت لك واحنا هناك، قلت لك يا ماما خلينا مع بابا. طب بصي قولي لي كده، ايه الفرق يا ماما؟ ايه الفرق؟ انت كنت عايشه هناك على الاقل كنت مبسوطه، بابا يجيب لك طلباتك، عاوز اي حاجه يجيبها لك، ما كانش بينقصك بيتك حاجه، ما كنتش اي حاجه وحشه في حياتك. ما كناش بنشوفوه يا امنيه، امنيه ما كناش بنشوفه، ما كانش بيشوفكوا حتى انتوا يا امنيه. بس كان ساعات بيجي معانا بالليل، ساعات كان بيقعد بالليل. لما كان بيجي بدري، دلوقتي ما بيجيش بدري، بقاله شهر ما جاش بدري. ما عشان يعيشنا احنا يا ماما. طب ماشي، انت دلوقتي انت بتقولي عشان هو انت مش عاجبك اللي هو عشان بيصرف علينا وكده. طب ايه رايك لو انت اللي خلاكي انت تصرفي علينا، هتتضايقي ولا لا؟ انت تصرفي عليه وتتعبي انت بداله، حطي نفسك مكانه. طيب يا ماما، ده انا حتى لما اقول له، بقول لخاله انا عاوزه طيب حاجه حلوه، يقول لي طب معلش انا نسيت. انا زهقت يا ماما بقى، انا حتى ما بقتش اروح المدرسه زي الاول، مش بقتش اروح زي كل يوم، بقول لي يوم و10 ايام لا، يوم و10 ايام لا. انا لما يجي خلانك هتكلم معاهم واشوف الموضوع ده. انا عايز ارجع بابا لماما بقى، انا زهقت. لما يجي خلانك هتكلم معاهم. كل شويه بتقولي لي كده، انا زهقت من الكلمه دي. يا امي يا حبيبتي، تعالى يا حبيبتي. تعمل ايه يا حبيبتي؟ يوسف ما يا حبيبتي، انا عاوزه اشوف بابا. مامتك اللي غلطانه يا بنتي. غلطانه في ايه يا ماما؟ شفتي اللي سبتي البيت يا بنتي وجيتي مع اخوكي؟ انا عايزه افهمك حاجه، محمود اخويا ده منه لله. مش انت اللي اتصلتي بيه وقلت له تعالى خدني؟ كان في لحظتك كان ممكن يهديني، كان يقول لك بيتك وجوزك ويتكلم معاه ويتكلم معايا ويخليني قاعده معاه، اخدني وماشي على طول. مش انت يا بنتي غلطانه اللي سبتيه يا بنتي، انت اللي اتصلتي بيه هو مش عرفه يا بنتي. طب يعني انا كنت في لحظه مش طايقه فيها نفسي، مش عارف يتكلم معايا ولا جارتي دي منها لله يا اخرى. انت اللي غلطانه سمحتي كلام جارتك، وانت اللي غلطانه اتصلتي باخوكي، وانت اللي غلطانه اللي سبتي بيتك. وذنبه ايه جوزك تحرميه من ولاده دول؟ ما هو ما بيسالش هو كمان، هو ما صدق ولا ايه؟ شهر ما حدش سال عليه. انت اللي غلطانه، انت اللي زعلتيه، ده سبب سيبتك عشانه؟ بعدين يا ماما، انت تقدري قد ايه ما تشوفش ابوكي؟ قولي بصراحه كده. يومين ثلاثه بالكتير مثلا. ماشي، انا بقالي شهر اهو يا ماما ما شفتهوش. بتتضايقي مني وتقولي انت كلامك ضايقني يا امنيه ليه؟ طيب ما انت بتقولي اخدك يومين ولا حاجه. ما ابوكي هو السبب. عارفه لو ما كانش بيجي بالليل يمشي 11 بالليل، بيجي البيت 8 الصبح يمشي. طب ماشي، لو انت مكاني هتعملي ايه؟ مش هتزعلي؟ بقالك شهر ما شفتيش ابوكي وامك قالت لك كده، ضايقه ولا لا؟ اكيد. ما تزعليش بقى لما اتضايقش. انا عايزه ارجع له خلاص. انا زهقت من القعده هنا، انا قاعده هنا واخواتي عمالين يزعقوا لعيالي ومرمطينهم. انا زهقت بقى يا ماما. طب يا ماما، انت تقولي انت طيب، انت بتقدري تشوفي بابا ابوكي 3 ايام، وعلى الاقل انت كبيره، انا صغيره وبقالي هم ما شفتوش بقالي شهر، حرام. انا زهقت بقى يا ماما. ليه كده يا ماما؟ انا عاوزه اشوف بابا، انا زهقت. معلش يا امي، انا النهارده اما يجي حوده هتكلم معاه واخليه يروحكم. تبدي تروحي مع حوده كده؟ ايوه انا هروح له، بس المشكله هقابله باي وش ازاي؟ ما انت غلطانه. ده محمود مشى ولا حتى بص له ولا قال له كلمه ولا السلام عليكم، كانه كلب قاعد في البيت. ما تجيبيش الغلط عند حوده، انت اللي اتصلتي بحوده وقلتي له، حوده ما كانش يعرف حاجه. انت سمحتي كلام جارتك وحوده واتصلتي بحوده. انت غلطانه يا ندى، سبتي بيتك اصلا، ما حدش سيب بيت على حاجه تافهه. ما تزعليش يا امنيه، انا النهارده هخلي حوده يوديكم، لو حوده ما راحش انا هنروح نوديكم. خلاص يا امنيه، عشان خاطرك بس انت يا امنيه ما تعاتيش حد، تعاتيش بقى خلاص هوديك. ربنا يخليك يا حبيبتي، انت عايزاه ولا دوبوس؟
كان يوم تحفة. اه والله كان أجمل يوم. المركبة كانت صعبة جدا. ايه تمام؟ تعبت انت من المركبة صعبة. عندنا حتة يوم النهاردة. تعالى معايا عاوز ايه؟ عايز اتكلم معاك بس ثواني. ماشي قول يا ماما. بقى يا أمي. يا كان يوم تحفة. ما خدتش أختك ليه معاك؟ يما ده الولد جنني يما. أمال ليه ياخد أختي؟ طب أنا عايزك دلوقتي طالبة منك طلب. ايه؟ تاخد أختك وعيالها توديها بيتها زي ما جبتهم يا ابني وديهم. ومالكش دعوه بحد تاني يا ابني. الصباح رباح يا امي. الصباح رباح ايه؟ وانت لما جيت اخدتني من بيت جوزي قلت صباح رباح فلمعتني في سخونيه كده يلا على البيت امي. ولا مالي؟ انت اللي عاوزه؟ انت ما فكرتش تهديني يا جدع. ندى دلوقتي الساعه 1 ما ينفعش. انا عايز اروح بيت جوزي دلوقتي. روحي. خلاص انا هروح. خلاص يا ندى انا هاخدك اروحك. يا ابني المفروض ما وداني يجيبني. يعني يا امي احنا جايين من فسحه يا امي مبسوطين. انت عارفين يا ابني عمال معايا عايز اشوفك. وانت كل حياتنا معاكنين علينا يا شيخ. يا امي واحنا مالنا احنا يا شيخ. 10 ساعات دول هيكونوا معايا في حياتنا. انا هوديهم. انت صبرت 30 يوم. صباح يا روح. يلا يا ابني يلا يا بنت. خلو ايه؟ ما جبتليش معاك حاجه حلوه طيب؟ اقعد ساكت يا بقى حاجه حلوه تاني وسيبك. انا كنت ساكتين خلي بالي. حاجه حلوه وصوتك عالي. يلا يلا يلا. انا هاخدكم يا ندى اروحكم. تيجي معايا تروحي معايا اروحكم. انا اخواتي ده مش عايز اعرفهم تاني. روحيني ومش هكلمهم تاني اصلا. ما انت غلطانه يا ندى قلتلك. انت اللي غلطانه يا ندى قلتلك 100 مره. انت اللي غلطانه. طب شوفي مين يا امنيه ده ندى. انا اصلح الحال يا رب. عامله ايه؟ عادي اتفضل. ايه يا عم؟ استني يا ندى. ايه يا عبيط اللي انا سمعته ده؟ ايه يا عبيط اللي انت عملتيه ده؟ انا اسفه والله. معلش. عامله ايه حبيبتي؟ وحشتيني. حشتيني يا روح. اقعدي. حشتيني قوي. عامله ايه؟ اقعدي. ايه حشتيني خالص. ايه يا ندى؟ ينفع ايه اللي حصل ده دلوقتي؟ بصي هي اللي غلطانه سابت البيت وسمعت كلام جريت. انت بقى اعتبريها اختك واتكلمي معاها. والله انا بقول على ندى العقل كله. بقول انا عمري ما تخيلت ان ندى تسيب بيتها وتمشي. هو اللي بنقل اللي جرت دي يا ايه؟ يا ايه بيمشي كل يوم من 8 الصبح لغايه 11 بالليل حتى ما بيقعدش معانا. يا حياتي يوم اجازتي بقضيه فين يا ماما؟ بيمشي ويسيبك برضه ولا قاعد معاكوا طول اليوم؟ بيقعد معايا. طيب يا ندى افتكري له حبيبتي حاجه حلوه بيعملها. معلش ما تزعليش مني يا ندى. اخوكم مش من اصقر حاجه. انا بشوف اخويا جايب لكم كل حاجه كويسه. اكل وشرب ولبس وكل حاجه. مش منقصك اي حاجه يا حبيبتي. وجارتك اللي قالت لك دي انت بتشوفيها وهي بتخرج؟ امال ايه؟ انت حكمتي عليها ان هي بتخرج كل يوم. ايه لا؟ دي اصلا ممكن تكون غيرانه منك، ممكن انت اصلا تكون عينيها على جوزك. لا لله يا بنتي. انت تكوني فاهمه دي. والله يا ندى انا عارفه. انا بقول ندى عمري ما تخاف ندى تعمل كده. ندى اللي غلطانه يا بنتي. هي اللي سابت بيتها وغلطت. يا ندى يا ندى يا حبيبتي مش منقصك حاجه. لو هو ناقصك حاجه في بيتك هتغضبي ليه؟ مش ناقصني حاجه بصراحه. سؤال دلوقتي هو انت غضب سبب غضبك ان هو مش بيقعد معاكي. لو هو نقصك وما جبلكيش حاجه في بيتك برضه هتغضبي صح؟ معرفش ساعه شيطان. بصي اخويا ده هو السبب عشان حد ما فكرش يهدينا. انا عايزه اعرف بقى اخواتك فين دلوقتي؟ كان كل واحد فيهم بيتفسح وبيخرج زمان ودخلوا ناموا اصلا. كل واحد سابوكي صح؟ صح؟ وانت فين دلوقتي؟ سابوكي بياخدوكي معاهم؟ بيفسحوكي؟ عشان تكوني فاهمه هتقعدي كده. لو قعدتي هتقعدي كده طول عمرك. لا هيفتكروكي ولا هياخدوك ولا يجيبوا لك اي حاجه. لان كل واحد لبيته ومراته وعياله. وعشان تكوني فاهمه هو ممكن يكون غصب عنهم. عارفه ليه؟ عشان كل واحد شغله اهل بيته. انت لما اخويا بيكون معاكي او بيكون في بيته بيزور اهله كل كام يوم؟ كل اسبوع مره صح ولا مش صح؟ طيب يا ماما كل واحد بيشغله بيته بيشغله عياله وبيته وبس. مصاريفه عياله وبيته. كل واحد يقول لك طب ما انا عيالي اولى بمصاريفي. اصرف ليه على دي ولا على دي؟ فاهمه ولا مش فاهمه؟ يا ندى لو سمحتي يا طنط. نعم. انا اسفه يا طنط. انا هاخد ندى معايا. تقومي لندى احمد احمد ولا تستنى اخوكي يروح الصبح؟ انا هروح خلاص. هتروحي؟ طب يا بنتي احمد بيعيط بالدموع عشان عارفه ايه لما راجل يتجمع عشان خاطر وحشه عياله. يلا امي بقى. يلا امي خلاص بقى عشان نروح الامه عشان خاطر امنيه. وانا هستناكي. يلا قوموا البسوا يلا بسرعه. تعالى نصيحة لكل أب وكل أم وكل أخ وكل أخت. لو في بنتك جت اشتكت لك قالت لك في مشكلة بينها وبين جوزها ما تخربش البيت وتاخدها على طول. تتهدي النفوس بينهم. ولو أي واحدة دخلت جارتها في حياتها
او اي حد من قرايبها في حياتها تستاهل اللي يجرب. يعني لو بيتها اتخرب تبقى هي اللي غلطانه وتستاهل، واكيد هي يعني هي بتسخنك وتخرملك بيتك وهي بصلك في حياتك اصلا محرومه من العيشه اللي انت عايشاها، فعشان كده بصلك في حياتك.